وعلى هامش أعمال قمة المناخ كوب 27 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، حيث بحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والقضية الليبية. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش أعمال القمة. على هامش قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها في أعمال قمة المناخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول اللقاء مجمل العلاقات المصرية الفرنسية وسبل دعم مخرجات قمة المناخ. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 27. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من الدول، بعدما طرح على سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، لأنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.